استاذ جمال العاصي طبعا يعني احد القيادات الاعلاميه في مصر. استاذ جمال العاصي تربع وتتلمذ على ايديه ان لم اكن مبالغا مئات شباب الصحفيين في مصر. استاذ جمال العاصي هو المسؤول الاول عن المنظومه الاعلاميه بالكامل في كيان كبير محترم زي النادي الاهلي على مدار الفترات اللي فاتت. فبالتالي الكلمه اللي هيقولها الاستاذ جمال العاصي يتوجه لها الف حساب وحساب. بس ده سابقا، يعني كنت قناه الاهلي سابقا، ما هو ماشي، ما احنا قلنا ما سابقا، انما الخبره لسه موجوده. ايه رايك في اللي بيحصل يا استاذ جمال؟ فين بيحصل فين؟ ايه رايك في 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 الجو المشحون؟ ايه رايك في انا شايف ان جو مشهور، انا شايفه جو افراد بس هم اللي عاملين مشهد عبثي، وانا شايف انه حاجه كده يعني ما بقاش حاجه وبتتسلى، لان لو في حاجه بيعملوها مفيده بجد على الارض لوطنهم ولدولتهم ولشعبهم ولجماهيرهم ولأرضيتهم، مش هيبقى في العبث ده. انما العبث ده انا شايفه انه ابن الفراغ، في حاله فراغ كامله طول الوقت، ما فيش انشطه دلوقتي وما فيش كوره وما فيش جمهور بيخش المدرجات، فمن يكون الشغل في مصر؟ هم المسؤولين في مصر، تصريحات المسؤولين الرياضيين هم اهل الشغب، ودايما نتهم الجماهير ده وراء الشغب ونتهم الجماهير، انما عبث، في حاله عبث، في حاله فوضى اخلاقيه وبلطجه اخلاقيه وسفه ومفردات جديده خالص على مش هنقول على اللغه العربيه، مفردات غريبه على البشر وعلى الانسانيه وعلى الاخلاق وعلى ده اسوأ مفردات انا سمعتها في تاريخ حياتي، ها على مدار كل الناس اللي شفتها اسوأ مفردات في الرياضه سمعتها الايام اللي فاتت دي، سمعت مفردات غريبه، سمعت الناس ده يعني بجاحه ولا خجل، ويقولوا اي حاجه وادعاءات وكسب وتلوين الحقايق ولوي الحقايق. احنا عايشين في زمن انا ازعم انه هيتأرخ، زي مثلا ايام الفاطميين كده منعوا اكل الملوخيه. احنا الفتره دي في الرياضه المصريه او في كره القدم او في الصراع بين الزمالك والزمالك 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 او مش الزمالك، مرتضى منصور بالتحديد والاخرين، هو صراع هيتأرخ، هيقول لك الايام السوداء في تاريخ كرة القدم او الرياضة المصرية هتتعب. الرياضة المصرية بتمر بأزع عصورها في الفترة في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول، ومصر عاملة بطولات رائعة ومنظمة احداث غير مسبوقة وقت قصير جدا، عندنا كاس امم افريقيا وعندنا كاس الشباب المنتخبات الاولمبيه 23 سنه بطوله افريقيا، عندنا حاجات كتير وكره يد وهاند بول قصدي كره يد وطايره وحاجات كتير قوي اتنظمت في مصر، انما الوابس والغبار والهلافيت والحرافيش دايما او الطحالب دايما بتعوم على وش الميه. طيب دلوقتي يا استاذ جمال، في الطحالب وهي بتعوم على وش الميه تظن انها على القبه، هي تمام. مش على القبه الحاجة. انما هي ستظل طحالب تعوم على وجه الماء. طيب في الجماهير دلوقتي بيسالوا حضرتك يعني بصفتك برضه يعني احد القيادات الاعلاميه الكبيره في مصر، يعني طب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، ان انت تفعل القانون بس. يعني انت لو فعلت القانون وطبقته على كل المخطئين وطردت كل الاجسام الغريبه من الوسط الرياضي كل حاجه هترجع. ما احنا لسه لحد دلوقتي عندنا الشيخ طه اسماعيل بقى له 60 سنه بيشتغل في كره القدم وما زال هو الشيخ طه اسماعيل. احنا عندنا الكابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه وطول العمر، ما
بقاله 60 سنة في المجال ولسه سيرته طيبة، واخد بالك؟ مش دول نماذج على مدار 60 سنة؟ بقول لك 60 سنة على المدار، بقالهم 60 سنة في الوسط الرياضي. عمرك سمعت ان الكابتن ابو رجيلة غير انه ساعد لعيب غلبان راح ظهر مش عارف مين، ظهر في تعويض ولا العشر مش عارف مين؟ عمرك سمعت عن الشيخ ده اسماعيل غير انه اعظم لعيب واعظم محلل واعظم مدرب؟ يعني الاخلاق في الاخر ده والقيم والمبادئ دي سمه من سمات المجتمع المصري وسمه اساسيه من سمات الرياضه وكره القدم المصريه. ده اللي بيحصل، ده يعني واحد، يعني واحد مهووس هوس. انا ما شفتش واحد مهووس زي مرتضى منصور في حياتي. لازم يتعالج يا جماعه، مرتضى منصور بيحتاج علاج، مرتضى منصور بيحتاج علاج لان عنده خلل نفسي رهيب. تمام، طول الوقت بيقول حاجات وعكسها، بيقول اوكي. حاجات وضدها، يخرب بيتك بس بيضحكني ابن اللذينه. يعني كوميديان مختل نفسيا، انا اول مره اشوف كوميدي، او يبدو ان الكوميديانات دايما عندهم خلل. يعني انا بيضحكني ضحك، يعني انا عمل افيه موتني بالضحك امبارح. قال لك اذا الاهلي عمل برنامج 6-1 انا هعمل برنامج الساعات. ايه ده؟ في وقت رفاه. عشان كده بقول لك انا ليه بعد بقالي 4 شهور عن المشهد. انا دخلت اول مداخله اعملها معاك على فكره. انا عارف، انا عارف، و اقسم بالله انا بقالي 4 شهور لا انا عارف والله ان تكلمني انت، ولا ان انت بقالك 4 شهور ما مبتعد عن المشهد خالص، ودي اول مداخله واول ظهور ليك من 4 شهور معايا في القناه، حبا يعني واحتراما لينا ولتاريخنا الكبير مع بعض. لان طبعا الموقف عبثي، يعني تتفرج على ايه؟ يعني كوميديا سودا، تضحك ولا تحزن؟ ولا الناس اللي مصر يعايروك؟ لا 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 يا جماعه مش للدرجه دي. وانا اقول لهم يا جماعه ده الناس بتتهرج وده كوميديا، ما مش حاجات بجد. اللي انت شايفه ده كله ايه؟ حاجات مش بجد، ده كوميديانات مع بعض وناس عبط مع بعض وبيسلوا الناس. يعني في الوقت الكآبة ووقت الكورونا ووقت الضنك الاقتصادي العالمي اللي بيسود العالم كله، ده يعني الحكومات بتضحك الناس بس مش اكتر. طبعا طيب، ليه ده كل العبث ده هيخلص في ثانية؟ بص يا كابتن تامر، العبث ده هيخلص في مصر زي سرطان الإزاز، سكة ما بتلاقوش. لأن مصر الأرض ومصر التركيبة ومصر الحضارة ومصر الحضارات ليها تركيبة غير الموجودة. تمام، ومصر ما بتعرفش زراعة الأعضاء اللي احنا فيه ده، زراعة أعضاء. صحيح، دي مش أجسام حقيقية. صحيح، أنا هقول لك على حاجة. حتى النادي الأهلي بيمر أضعف فترات أنا شفتها فيه. أنا عمري ما شفت الأهلي بهذا الوهن وهذا الضعف وهذه العدمية. ايه ده؟ النادي الاهلي هذا العملاق الكبير اللي هو بيفرض دايما، يعني بقاتلة الامة في التقدم وفي حتى اختيار المدربين في الكورة وحاجات كتير قوي، يبقى متراجع كده ويبقى ضعيف قوي كده. وللاسف الشديد يعني اول مرة في تاريخ الاهلي يعمل كم البيانات دي وكم الشكاوي دي. يعني دايما انا اول ما مسكت قناه الاهلي بيقولوا لي انت هتعمل ايه مع الزمالك؟ دايما الاقليات في رقبه الاغلبيات. اذا انت اغلبيه حقيقيه لازم تستوعب اللي قدامك، اذا انت اغلبيه هشه مش هتعرف تستوعب اللي قدامك. انا شايف ان مرتضى منصور الفتره الاخيره جرجر كل الناس للملعب بتاعه، كان الناس كلها تشتم وتبقى قلة الأدب وسفر، يعني جرجر الناس لملعبه مش الناس برافو عليك لملعبها القيمي. لا ده وهو ده اسلوب المتبع من زمان، يعني ده الاسلوب طبعا بتاعه المتبع من زمان، انه ياخدك في منطقه بعيد خالص عن مناطق ضعفه. يعني هو لا يفقه شيء في الرياضه، لا يفقه شيء في اداره الرياضه، ليس له تاريخ، مش كده؟ ها؟ يصدق اه بالظبط، هو بياخدك بقى في سكه المحاكم وسكه الشتايم وسكه الاعراض و... ايوه والله. لا انا منتظر، خلي بالك يعني بعد يوم بعد شهر هيخلص وقت ما خلص ايه يعني ذكريات الناس هتحكي عليها. انا الخوف كله يا استاذ جمال، استنى بس، استنى التوريس،
هتقول لأولادك ايه؟ ايوه ما هو ده اللي بقى اللي انا عايز لو اقوله لك. سكرتي تعطلت لأولادك ايه؟ هتقول لأحفادك ايه؟ هتقول لهم ايه ولا لسه هتقول لهم ايه؟ طيب وبعدين لازم تنسى الحين انت بعدين ده الشيطان يعني فجأة طالع من يومين بيوعظ وبيقول مواعظ يتكلم على الاخلاق ومرة يتكلم على الامهات. انا نفسي بطل يقعد مع نفسه ومش خايف دماغه من الكود ده كله، هو مش حرك الكود مش هو اللي شغاله، يقعد كده مع نفسه ويقول اعلن اعتصاري للمجتمع المصري. فمش عايز يعني الاعتصار الاهلي، انا مش دعوه بالاهلي، للمجتمع المصري. المجتمع المصري هو في رقبته اعتصار رسمي قبل وقت الاوان، اقسم بالله يا ثلاثة مهما تزعلوا ومهما تغضبوا ما تقولوا الكلام ده وقت والمصحف الشريف كل ده بكش وده وقت ضيق. انا فاهم وهارش الليله دي كلها ومش عايز اتكلم بالتفاصيل اكتر، كل دي فقاعات وبتروح بتتفق وبتروح. طيب اهم حاجه، اهم حاجه ان انتوا يعني كل المجتمع يؤمن ان يعني انا كنت بتقول دايما ده طول ايه تجديد الخطاب الديني. انا بقالي 5 سنين اقول له تجديد الخطاب الرياضي في مصر قبل ما تتكلموا على تجديد الخطاب الديني يا اخي جددوا الخطاب الرياضي اللي هو السهل. تجديد الخطاب الديني فيه يعني ايه فيه معارك شوية وفي آراء متناقضة ومختلفة وعلماء وحدوته كبيرة. أنا هثبت كده الخطاب الرياضي، ما كل قناة بكرة تقابل كود أخلاقي وتقول أنا هنشر كذا وكذا وكذا الموضوع نشر كذا كذا كذا، بكرة بكرة تقابل كود أخلاقي. تمام خلاص. طيب اخيرا استاذ جمال، لغايه ما يبقى لينا ان شاء الله لقاء مصور يعني توعدنا بيه مع الجمهور، رسالتك ايه للدوله؟ الدولة المصرية فلاش مفيش، أنا هتكلم الحكومة، دولة كده كبيرة وتقيلة، الدولة دي يعني الشعب المصري كله بكل أجهزته، دولة دايما إحنا بنحافظ على الدولة المصرية في كل الأزمات، في فرق بين الدولة وبين الحاكم وبين الحكومة، أنا باجي أتكلم على الحكومة، إنما الدولة دي تظل هي الرمز بتاعنا اللي بس جديد وقوية عافية واقفة على حيلة بموروثها وحضارتها وتاريخها ولغتها وكل حاجة. ده انا ايه انا هتسأل نتكلم عليه الحكومة المصرية اللي هي بتدير المشاهد، الدولة ما بتديرش المشاهد، اللي بتدير الحكومة موظفين. انا بقول الحكومة المصرية يعني كفاية تسلية وضغوط على الناس بس، ضغوط على الناس كترت والتسلية خلصت قبل أن ينقلب السحر على السحر. الله عليك الله عليك، الكلمة مفهومة جدا وواضحة جدا، وخير الكلام ما قل ودل. كفاية تسلية، كفاية تسلية وإيه؟ قبل أن ينقلب السحر على السحر. قبل أن ينقلب السحر على السحر، قبل أن ينقلب السحر على السحر. لأن كده هتكتر وبعدين كل شوية بقى إيه مش عايز، لان كده العمليه قلبت من تسليه بقت ايه؟ لان المشهد يتقلب الاقي بعد كده بقى ايه بس الدم هو الحل. انا خايف الناس تخش الاقي يعني واحد مذبوح زي محمد القذافي في الشارع تحت بند الاهلي والزمالك، التعصب الاهلي والزمالك بالظبط كده. وحصلت مشاهد قبل كده من حرق مشجع لزميله المشجع يعني، والقصص دي كتير يعني. بس ايه يعني الناس بتقول لك الناس هتطلع من بينها، الفضائي يخف شويه ويرحمونا شويه من الصعب. انا دايما عدي بدي، انا بدي بقول لك اجي اطلع اتكلم في اي بلدان يقول له هتسالوه مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه، ايه اللي هتقوله؟ المشهد العبسي تقول فيه هو في هتقعد تحلل مشهد عبسي صح. عيال صغيره بتشخبط هتفهم منه بايه؟ صحيح، ده شخابيط، شخبط شخابيط، لخبط لخبيط. يا دكتور تامر حبيبي حبيبي يا استاذ جمال حبيبي، متشكر جدا جدا جدا. وتلميذي واخويا جميل وزميلي عمرو اقول له نفس وقتي ان شاء الله باذن الله، ولينا لقاء قريب بمشيئه الله تعالى. استاذ جمال العاصي